ما حكم النغمات الموسيقية التي تصدر من هواتف الجوال؟ وما حكم الذين يشوشون على المصلين بسبب هذه الهواتف؟ لا يجوز لهم هذا. والنغمات الموسيقية حرام، الموسيقى حرام، الموسيقى والمعازف حرام بإجماع أهل العلم، لأنها من آلات اللهو، ولا يتساهل بالشيء اليسير منها. وعلى من جاء إلى المسجد وإلى الصلاة أن يغلق الجوال ولا يشوش على نفسه وعلى المصلين.